صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في قناة الصحة والجمال. مشاهدينا الأعزاء، برحب بيكم في أولى حلقات برنامجنا الستارة. هكون معاكم أنا نشوى تركي وأسلم مطر كل يوم سبت الساعة 12 الظهر. صباح الخير يا أسلم. صباح الخير يا نشوى، صباح الخير على مشاهدينا في كل مكان. وهنفتح الستارة وهنبص من شباك حياتنا على سلبياتنا، وهنحاول ان احنا نقومها، وكمان هنبص على ايجابياتنا وهندعمها، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبص على كل المشاكل اللي بتحوطنا في المجتمع. وبرنامجنا مقسم لفقرتين، الفقرة الأولى هتكون فقرة الضيف، والفقرة الثانية هتكون فقرة حضراتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام اللي أمامكم على الشاشة. موضوعنا إيه النهاردة يا نشوى؟ موضوعنا النهاردة يا أسلم هنتكلم عن العلاج بالإيحاء. بتشوف ناس كتير بتعاني من أمراض ملهاش أي أسباب عضوية، وفي الغالب إنها بترجع لأسباب مشاكل نفسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية. كل ده بيأثر بشكل سلبي على المريض، لكن لو حاولنا إن احنا نغير قناعات المريض لقناعات إيجابية فده هيساهم في كتير في إيجابيا في الصحة الجسدية والنفسية ليه، وكمان يا أسلم هيرفع معدل الشفاء. على فكرة نشوى، كمان فكرة العلاج بالإيحاء هي مش فكرة مستحدثة. صحيح. ممكن يبان لنا ويبان للسادة المشاهدين أنه فكرة العلاج بالإيحاء أن هي فكرة حديثة لعلاج الأمراض الغير اللي هي الغير عضوية، زي الأرق وزي الاكتئاب وزي ممكن قلة النوم والاضطرابات يعني في النوم والكلام ده. لكن في الحقيقة أنه العلاج بالإيحاء يمكن من اكتر او اول الاساليب اللي تم اكتشافها او تم يعني اكتشفتها البشريه من قديم الازل، وكانت فكرتها قايمه على انه بنزرع فكره في عقل المريض، فالمريض بيبتدي يتقبل الفكره ويقتنع بيها، وطبعا فكره ايجابيه، فمن هنا بيتم شفائه، وده بيساعده جدا طبعا على الشفاء، وكمان كان بيوفر لهم في العلاج. احنا النهارده هنتعرف اكتر ايه هو العلاج الايحائي، وهل ليه دور فعال فعلا في العلاج ولا لا. كل ده من خلال ضيفنا النهارده اللي مشرفنا، دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والادمان وامراض المخ والاعصاب. لكن دلوقتي هنطلع لفاصل نشوف مع بعض تقرير نشوف فيه ايه هي معرفه الناس بالعلاج بالايحاء، ونرجع بعد الفاصل نستقبل معانا ضيف حلقتنا النهارده. استنونا. تعرفي ايه عن العلاج بالايحاء؟ الايحاء النفسي ان انت توهمي اللي قدامك بشيء مش موجود فيها. يعني لو هو مثلا شخصيته مهزوزه شويه وابتديتي تتكلمي، ايه ده انت مالك، انت هو انت تعبان، هو انت عيان، في حاجه، شكلك ماله كده مجهد. ممكن لو الشخصيه مهزوزه شويه هيصدق ان هو تعبان وتدي له ايحاء ان هو بالفعل تعبان وهو سليم. اللي هي بتخرج الشخص من الحاله اللي هو فيها لحاله احسن، من هو بس بيخليه ان هو لما بيذكروا بالحاجات اللي هي مثلا ببطولات ناس، مثلا ناس كانت تعبانه وبقت احسن، ناس لما كانوا قالوا فاشلين والحمد لله بقوا ناجحين. يعني مثلا لو في حد يعني قال لي على اي حاجه مثلا تعب جوايا او حاجه، مثلا ان هو مثلا حد قال لي مثلا انت خاسس، فانا بهيئ لعقلي الباطن ان انا فعلا كده، بهيئ لنفسي ان انا فعلا خسيت وكده، فبحاول ان انا ايه اصلح منه. هو متهيألي حاجة بينشر حاجة سلبية للناس، إن أنا مثلا بكون في يعني شايفة إن هي وشها مصفر أو فيها حاجة غلط، فأجي أقول لها وهي مش فيها حاجة زي كده، فهي بتحس كده. بيظبطوا الحالة النفسية بتاعة المريض، فدون يخليه بيتعافى أسرع أو كده. هو عبارة عن مثلا إن إنسان يكون مريض بمرض معين، وممكن بالإيحاء النفسي الناس اللي حواليه يحاولوا إن هم يطلعوه من الحالة اللي هو فيها، أو يحسسوه مثلا إن الدواء دوت هو اللي هيخففه، فهتلاقي نفسيته اتحسنت، وممكن بالفعل النفسية دي تأثر على المخ ويبدأ إن هو يتعالج بالفعل. والله هو يعني ممتاز جدا. ليه؟ لأن ممكن بدون أدوية وبدون أي حاجة إنك أنت ممكن تعالجي أي أمور بالعلاج النفسي. كانت الناس على دراية بعلاج الإيحاء،
وما كانش بالنسبة لهم أمر غريب، ولكن هنتكلم عن الموضوع باستفاضة أكتر مع دكتورنا الفاضل وضيفنا في الاستوديو الدكتور جمال فرويز، دكتور علاج، دكتور استشاري الطب النفسي والإدمان وأمراض المخ والأعصاب. مساء صباح الخير يا دكتور، مشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور، بنرحب بيك معانا النهارده. عايزه ابتدي مع حضرتك في الأول خالص يا دكتور ونقول للناس إيه هو العلاج بالإحياء. بص يا فندم، احنا دايما لما بنيجي ندي علاج لانسان في حاجه اسمها شرح العلاج. الشرح العلاج ده او لما المريض بيجي يقعد معايا في العياده هو ده الجزء الايحائي، بنسميه بلاسيبو افيكاسي او جزء الدعم النفسي. النهارده انا اسف، اي مريض عنده اكتئاب، ما سوق مليان ادويه اكتئاب، ممكن يدخل اي صيدليه اديني دواء الاكتئاب، في 50 دواء خد لك اي دواء منهم هيعالجك. طب ليه ما بيخفش؟ طب ليه لما بيروح للدكتور وبيقعد معاه بيبقى النتيجة أفضل؟ هو ده الجزء الإيحائي، إن أنا اتكلمت طلعت الجزء اللي جوايا وحصلت ثقة مع الطبيب. أحيانا المريض مجرد ما بيوصل لعيادة الطبيب حتى في مرض عضوي عنده مغص، عنده صداع، عنده ألم في كتفه، ألم في رجله، مجرد ما وصل لمكان العيادة هو خف، ارتاح، هو ده ارتاح نفسيا. هي دي حتة الإيحاء. أحيانا بتدي واحد حباية، تقول له الحباية دي مثلا هتساعدك في الصداع، ياخدها، الله يا ريت تاخد منها 4-5. لا ده بيجي لنا بالواحده، ممكن يديك واحده كل شهر، ده انا بستناها من شهر لشهر عشان هي دي اللي بتعالج له الصداع، وهي دي عباره عن اسبرين او عباره عن فيتامين. بس انت لما دخلتي حته الكلام حواليها والهاله اللي حواليها، هي دي حته الايحاء. الهاله اللي دخلت او تعظيم وتلفيز هذه الجزئية فابتدت تدي تأثير، هو ده الإيحاء. طب دكتور بعد إذن حضرتك، في دراسة علمية حديثة اتعملت عن الإيحاء الذاتي، وهي كفكرة يعني كانت إنه الإنسان ممكن يعني يعمل الإيحاء ده لنفسه بنفسه من خلال مثلا إنه ممكن يقعد في مكان ويعني مكان سيء، يقعد في مكان يعني منظر طبيعي ويقعد يتخيل فكرة معينة إيجابية، فيعني ده يساعده على إنه يعني في الشفاء النفسي قبل أي شيء. فهل الكلام ده حقيقي يا دكتور؟ بص يا فندم، شاركت لما 1798 كان عمل موضوع الهيبنوز، التنويم المغناطيسي، هي زي ما بنقول كده رول بلاي، هي لعبه، لعبه ايحائيه، ان انت تدخل انسان في تنويم مغناطيسي لعبه ايحائيه. فاحنا جينا طورنا منها بعد كده، قلنا لا ده احنا نعمل تنويم مغناطيسي ذاتي اوتو هيبنوزيس. انا بقى اللي هنا زي ما سعادتك ذكرت كده في البحث ده، الكلام ده معمول من 1798، ان انا بقتنع بيني وبين نفسي ان انا هنيم نفسي مغناطيسيا. تمام. هو النهارده لما اجي انيمك مغناطيسي ليه واحد بينام واحد؟ لا، قدره الشخص على الايحاء والسيطره على شخص ايحائي بنسميه سجستبل بيرسونيل، واحد عنده حته الشخصيه ايحائيه، وواحد عنده الشخصيه بتاعته لا انا ما عنديش الاقتناع ده. تمام. طيب والمريض نفسه كمان بيكون هل عنده استعداد هو كمان في مريض يتقبل وفي مريض ما عندوش القابليه يكون صعب في تقبل الايحاء؟ ما زي ما بقول لحضرتك، في شخصيه بنسميها سجستبل بيرسونال، شخصيه ايحائيه هو عنده استعداد لدي. يعني زي مثلا مريض تقول له بص على صباعي، هو بيبص 3 دقائق وتسيبيه كده وبعدين تبدأ تحرك صباعك، تقول هو ابتدى ينام، هي دي ايحائيه. في واحد تاني مهما تعملها له استحالة، هو عقله مش متقبل، عقله رافض دي خالص. فدايما احنا ساعات بنقول ايه، هو عنده استعداد لدي، هو متقبل دي. زي مثلا الناس اللي بتتكلم في العلاج السفلي والعلوي يقول لك ما انت لو مش مقتنع مش هيجي لك. لما يقول لك ايه، طب انا ليه الجن ما يروحش مثلا في كاس العالم، كان نفعنا في كاس العالم وصعدنا النهائيات. يقول لك لا، اصل انت طالما هو مش انت مش مقتنع بيه هو مش هيجي لك، انت مش هيأذيك طالما انت مش مقتنع. يبقى اذا ما بيجي له الاصابه بتاعته هي دي جزئيه ايحائيه، هو هنا شخصيه ايحائيه، فحته الايحاء سيطرت عليه نتيجه للثقافه اللي احنا موجودين فيها. طب دكتور، التحدث للجسم عن طريق الايحاء النفسي ده يعني بيجيب نتيجه ايجابيه، بيحسن الصحه؟ بص يا فندم، في برضو دراسه كان في واحد تعرض لاصابه، في عنده التهاب سكري في رجليه،
تمام. التهاب السكري ده بيعمل الم فظيع انه بيأثر على الاعصاب، فبيدي الم فظيع فظيع فظيع. فبيجي الدكاتره قال لك لا لازم بتر. بعد البتر الراجل قايم في السرير عمال يصرخ من رجليه، ما رجليه اتشالت. هنا بنسميها فانتوم ليب، الم ايحائي. انا لما بحط ذهني في مكان ما، انا بحط ذهني على ايديا بحس بالالم الشديد. انا ركزت مع ايديا بحس بالم في ايدي، ركزت مع قلبي بحس بالم في قلبي، ركزت مع معدتي، اي مكان في جسدي بركز معاه ممكن يحصل معاه الالم الايحائي. طب يا دكتور، بالنسبه للعلاج بالإيحاء، هل هو فعلا مفيد في بعض الصدمات او ممكن نقول الصدمات العاطفيه كمان، وازاي؟ بص استكول، اي دواء، يمكن لسه كنت بتكلم انا واسلم قبل الهوا، اي علاج بينزل السوق لازم بعمل له ريسيرش عشان يتقبل. بطبق الدواء ده مثلا على 100 فرد او 200 فرد او 300، لازم احط قدامهم فئه مقارنه. فئه مقارنه انا بديها دواء ايحائي، دواء بنسميه بلاسيبو، عباره عن حته نشا ملونه في صوره عقار او فيتامين، وبقول له خد الدواء ده على مجموعه اللي هو الفيتامين ده او الايحائي ده والدواء اللي انت عايز تنزله السوق على مجموعه تاني، وبنعمل مقارنه بين الاثنين ونشوف استجابتهم، بنشوف الاستجابه. فهنا حته الاستجابه بتبان، يعني هتلاقي اللي واخدين الدواء الايحائي مثلا 37% خفوا، الدواء الثاني ممكن 39 ل 40%، بنقول الدواء جايب نتيجه. يعني شوف انت قارنتيه مع دواء ايحائي وجاب اعلى، مفيش ماده فعاله اساسا، صح صح، وجاب اعلى منه بنسبه 1 و2، تقول عليه دواء كويس. طب دكتور، ايه الفرق ما بين التنويم المغناطيسي وما بين العلاج بالايحاء؟ معنى زي ما قلت لك، الهيبنوزس او التنويم المغناطيسي هي بنسميها كده بلاي رول، لعبه دور في اللعبه. دور اللعبه ان انا بحط الشخص ده تحت تاثير ايحائي بقوه الراجل اللي بيعطي له التنويم. طبعا لها شروط، مش اي واحد يقدر يعمل تنويم مغناطيسي، ومش لاي حد. يعني لازم التزم ما يكونش بنوته اقل من 16 سنه، ولازم ما يكونش شخصيه متشككه عشان اعمل له تنويم مغناطيسي. تمام. ولازم هو متقبل دي. تمام، ده الاهم. يعني انا ما ينفعش زي ما في الافلام كده يجيب لك واحد معدي. اه يا دكتور، لسه كنت اقول لحضرتك احنا عندنا صوره مشوهه شويه عن التنويم المغناطيسي في الدراما وكده، بتهيالي هو لا يمت للواقع نهائي. بص يا نشوى، زي ما الدراما دمرت الطب النفسي، الدراما دمرت التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي نوع من العلاج، هو علاج ايحائي، ان انا بوصل المريض لمرحله من العلاج ان انا بخليه هو اللي يسيطر على جسمه عن طريق عن طريق انا. الدجالين والمعالج الروحي، كل دي برضو بتدخل بينا، برضو بتبتدي انها علاج بالإحياء، لكن بتدخل في الدجل والشعوذه. ما ده الاستغلال السيء لجزئيه علاجيه. يعني انا اسف، مش كلنا ملائكه ومش كلنا شياطين. زي ما في طبيب قد يكون مش كويس، في مهندس مش كويس، في برضه راجل معالج بيبقى مش كويس. لكن حضرتك بتفضل ان المعالج يكون طبيب متخصص، ما يكونش حتى مثلا واخد دوره او يفتحوا مراكز كده لمجرد السبوبه وخلاص، يفضل ان هو طبيب نفسي. بص يا فندم، الطبيب، انا كطبيب نفسي انا دارس مخ واعصاب قبل ما ادرس طب نفسي، دارس بطنه قبل ما ادرس طب مخ واعصاب قبل ما ادرس طب نفسي. لازم ابقى دارس البطنه، ابقى فاهم المريض اللي داخل لي ده داخل لي ليه. انا مش مجرد ان واحد جاي يقول انا عندي شويه صداع اقول له انت علاجك نفسي. طب ما جايز في حاجه في القولون، جايز حاجه في الاسنان، جايز حاجه في الرمد، جايز حاجه في الانف، في الجيوب الانفيه. عندنا اسباب كتيره، انا كطبيب لازم اشوفها، لازم جايز يكون الضغط عالي، لازم كطبيب اشوفها. يبقى انا دكتور بطنه الاول، وبعدين درست مخ واعصاب، وبعدين درست نفسي. فبالتالي بوصل لاخر المراحل ان انا اعالج، ان انا اعالج هنا طب نفسي. لكن للاسف الشديد واحد يقول لي اصل انا واخد دوره، وقابلتهم في يعني برامج كتير، اصل انا واخد دوره 3 شهور. طب ما هي الدوره دي بمعنى ايه؟ في حاجه في الطب النفسي او مجموعه الطب النفسي عباره عن طبيب نفسي، تمريض نفسي، اخصائي نفسي وده خريج كليه الاداب، اخصائي اجتماعي خريج كليه الاداب او معهد الخدمه الاجتماعيه، الى جانب المعالج النفسي. ايه المعالج النفسي؟ احنا بنقول واحد فالنتير، هو واحد متطوع، انا شايف في نفسي القدره ان انا اساعد حضرتك. تمام. او اساعد مريض نفسي. ده شهاده يعني بيبقى، لا ده متطوع. ده متطوع هو بس بيجي يقول مش حاجه يعني ملوش فرق رسمي. لا يا فندم. تمام. بيجي طيب، المستشفى لاساس التنميه البشريه برضو، هل هم برضو متخصصين وعلى علم ودرايه ولا برضو؟
حضرتك؟ طبعا الدكتور الفقي الله يرحمه كان راجل عالم علامه مع لا غبار عليه، احنا ما نقدرش نتكلم عن الدكتور الفقي الله يرحمه، ولكن في بعض الدكتور الفقي كان عندما يتحدث عمر الراجل ما جاب سيره الطب النفسي في شيء. حصل. ما كانش يتكلم عن الطب النفسي، ولكن المريض المريض النفسي ليس له غير علاج. لكن حضرتك اللي بياخدوا، حضرتك زي ما قلت ذكرت بياخدوا دورات، يمكن هم بيعتمدوا برضو ان هم عندهم ملكه وعندهم قدرات خاصه في الإيحاء. هو عنده قدره، ممكن هو عنده قدره اه، وممكن يعالج وممكن يعالج واحد او اثنين او ثلاثه، لكن ما يجي مثلا في حاله فصام هيعمل معاه مش عارف، اصل ما عندوش العلم. اه ان هنا دي بقى حاله اضطراب وجداني هيعمل معاه ايه؟ حاله وسواس قهري، هو هيقدر يعالج مثلا حاله قلق، واحده عندها مثلا حاله هستيريه، اضطراب هستيري تحولي او انشقاقي، اه هيقدر يتعامل معاه، هو عنده نفس ووقت انه يقعد معاها فتره طويله ماشي. اه طب دكتور لو يعني من دراسه حضرتك، يعني حضرتك ما شاء الله علامه يعني. الله يخليك يا رب. طب ايه الفرق بين الـ يعني العلاج النفسي وما بين العلاج بالايحاء؟ تمام. بص يا فندم، المرض النفسي هو مرض عضوي. رساله لكل الناس للمعالجين، المرض النفسي مرض عضوي في المخ. احنا عندنا في حاجه جوه المخ كده اسمها الموصلات العصبيه، النيورو ترانسميترز. هذه الموصلات العصبيه الاختلال بتاعها هو اللي بيظهر المرض النفسي. يعني مرض النفسي مرض عضوي. مرض عضوي في المخ، شكله نفسي. هو بيديك الشكل النفسي، لكن من الاصابه عضويه. والدليل على ذلك ان النهارده في رنين مغناطيسي بيتعمل بيطلع لك يقول لك ده عنده فصام، ده عنده اكتئاب، ده عنده هوس، ده عنده وسواس قهري. والصور موجوده، لو ياخدوها من على الموبايل موجوده الصور، يطلع لك هنا الفارق ما بين الانسان الطبيعي والانسان اللي عنده فصام. طب هل فعلا المرض النفسي ممكن يؤدي للمرض العضوي والعكس؟ في اعراض جسمانيه ناتجه عن المرض النفسي. اعراض زي ايه؟ الصداع، نشفان الريق، زغلله العين، القولون العصبي، المعده، ضربات القلب الزياده، ألم الرقبة، ألم أسفل الظهر، تنميل في الأطراف أو عرق أو برودة، دي كلها أعراض. طب إيه هو بقى المرض النفسي اللي ممكن يعمل الأعراض دي؟ القلق النفسي الشديد، الضغط. أنا النهاردة بضغط عليكي، عمال أضغط على نشوى، أضغط على نشوى وهي كتومة ساكتة مش عايزة، فيطلع في هيئة مرض. ففي الآخر هيحصل حاجة من اتنين، أي ضغط بيولد إيه؟ انفجار. يا داخلي يا خارجي. خارجي هبدا اتخانق مع طبرات، اجيب اسلم كل شويه واتخانق معاه ان ايه، خلاص من عندي ضغط. او داخلي بقى، داخلي في عندي ماده اسمها النور ادرينالين بتبدا تعلى في الدم. النور ادرينالين ده من ضمن الموصلات العصبيه، ماده قابضه للاوعيه الدمويه، قابضه يعني بتقفل الاوعيه الدمويه، فلما بتزيد بتقفل الاوعيه الدمويه بتاعت الجسم كله. حس بالصداع، زغلله عيني، ريق ناشف، تنميل حوالين شفايفي، خرقه في الرقبه، طبقه في الصدر، المعدة كأن في فراشة أو ألم شديد بتوصل لغاية القرحة في الآخر، قولون مشدود، بس في ناس بتمسك القولون بإيديها، عضلات الرقبة بتتشد فممكن يأثر لي على الخد، يديني تنميل في الخد أو ألم في السنان أو صداع في ساعات، أو تنميل في الإيدين أو عرق أو برودة أو رعشة أو ألم أسفل الظهر. كل دي أعراض مع اضطرابات النوم طبعا. تمام يا دكتور. هنطلع دكتور، هناخد فاصل تقرير أعزائي المشاهدين دلوقتي عن دور علاج الإيحاء في علاج الأمراض العضوية بقى. هناخد التقرير ده بعد الفاصل، استنونا ما تروحوش في حتة. هل العلاج بالإيحاء بيساهم في العلاج العضوي؟ هو بيساهم، يعني انا ممكن اكون حسيت ان هو ان انا فعلا خفيت، بس يعني طبيا اكيد يعني حاجه مثلا تعبانه انا العلاج ده الدكتور قال لي ان هو يخفف. انا مثلا نفسيتي لو انا خدت العلاج ده وحسيت فعلا يعني نفسيتي انا مرتاحه وانا خدت العلاج ده، ممكن فعلا احس ان انا خفيت. لا طبعا، هو العلاج بالإيحاء هو عباره ان هو بيديك امل بس، اما العلاج العضوي لابد من ادويه، علاج، اشعه، تحاليل، كان كله هو بيديك امل انك مثلا ايه، انت تعبان فمش تعبان، فبتحس انك مش تعبان، بيحين مثلا ان انا يعني خد كده، خد البرشمه ديت وانا ما خدتش البرشمه دي، خد كوش الماده هيشفوك، خد شويه شويه ميه انا قريت لك عليهم مثلا اي قران ولا حاجه، ده علاج اسمه احياء. هو مش بيساهم بمعنى ان هو مش بيعالج، ان هو عالجني خالص، بس هيحسسني ان انا بقيت كويسه. هو دي نظريه علميه جامده جدا، ولكن تطبيقها بيختلف من دوله لاخرى. يعني
يعني احنا في مصر عندنا هنا يعني في صعوبه شويه ان احنا نقتنع بكده، لكن على سبيل المثال في اوروبا مثلا وكده من فتره كبيره من اكتر من 15 سنه انا شخصيا شفت التخدير عن طريق الإيحاء. يعني المريض قبل ما يخش يبان العمليه بيحتاج تخدير، استغنوا عن التخدير بالطرق الطبيه وبقوا يعملوا التخدير بالإيحاء. دكتور مثلا لو اداك علاج وكده وفهمك ان او الوصفه دي او الحاجه دي هتديك هتبقى في حاله احسن وكده، ممكن يكون هو اصلا ده ملوش علاقه اصلا بالمرض او الحاجه دي ملهاش علاقه بالمرض، بس الشخص نفسه عشان هو عم يدي نفسه إيحاء ان هو هيخف فيبقى نفسيته احسن. الفكره كلها ان الإيحاء عموما بيبقى ليه دور نفسي اكثر عند المريض، يعني إن لو هو العلاج اللي بياخده ده لو هو فاهم ان العلاج ده هيشفيه بإذن الله طبعا، فهو أكيد ده هيكون ليه دور مساعد وليس دور أساسي. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الأعزاء بعد الفاصل ومكملين حوارنا مع دكتور جمال. هبتدي يا دكتور جمال وأسأل حضرتك عن، هنتكلم دلوقتي عن فعالية العلاج الإيحائي بقى في الأمراض العضوية، إيه بقى مدى فعاليتها مع الأمراض العضوية؟ بص يا فندم، هقول لك برضو في دراسة اتعملت عن مرض الكانسر، الناس اللي لا قدر الله بيصابوا بالاورام، في مريضه راحت للدكتور قال لها انت عندك ورم وخبيث من مرحله متطوره قدامك يعني تقريبا 6 شهور والحياه تنتهي. دي دراسه امريكيه فعليه حقيقيه يعني. فالبنوته طلعت قالت لك طب انا استمتع بحياتي بقى، مش عايزه حاجه غير هاخد الدواء اللي هو عاطينه لي، بس كل اللي انا ما عملتوش في حياتي هعمله. 6 شهور عملت كل اللي نفسها تعمله وكانت حارمه نفسها منه 38 سنه. رجعت للدكتور تاني اساس بعد 6 شهور قلت له يعني المفروض الميعاد الوفاه جه. عدى وانا ما قلتش انا موجود اهو. اكتشفوا ان الورم تراجع بنسبه 80%. ما شاء الله. لان هي عقلها هو عقلها الحاله النفسيه لما حسنت ايجابيه هي اقنعت نفسها انا عايش. استوعب الفكره صح. الكانسر نفسه ابتدى يتراجع. في مرضى القلب المفتوح دائما مرضى القلب المفتوح لازم ليهم دعم نفسي إيحائي، ان بيبقوا طالعين من عمليه بتاخد وقت طويل قوي في البنج، فطبعا ده بيأثر على خلايا المخ. بس لازم بس حضرتك هناخد بس اتصال. الو محمد. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد اتكلمنا منين؟ كل عام وانتم بخير حبايبنا مصر. وانت بالصحه والسلامه اتفضل. انا احب الشعب المصري واحب حبايبي المصريين يعني الصراحه. مرحبا اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يا دكتور الله يسعد مساك واوقاتك حبيبي. اهلا يا محمد. الله يسلمك دكتور جمال. انا عندي الوالد عمره 90 سنه. بسم الله ما شاء الله. اي والله. وبعدين هو عنده صار عنده تعرف الحزام الناري، انت دكتور معروف على الحزام الناري. ايوه فهمت. وجلس معك تقريبا لمده شهر كامل. وبعدين وديته الدكتور في عندنا في احدى المستشفيات الخاصه. وطبعا عالجناه وقال لي انه الان بدا عنده التهاب في العصب الداخلي الحاد يعني عصب الحاد. طبعا اعطانا علاج له، لكن اللي حصل الان يا دكتور انه بدا الان اللي عنده الرجلين بدات تألمه كثير جدا. هل هذه من نتائج الالتهاب في العصب؟ هذا السؤال الاول. هذا السؤال الاول. تمام. السؤال الثاني يا دكتور، هل العضلات الداخليه اللي في الرجل وفي الساق وفي الفخذ وفي الرقبه وفي اليد، هل تكون اعراضها من الاعراض العصب؟ من الاعراض يا فندم؟ هل الارجل الثقال والفخذ وثقال اليد والعضد لما تعلم الواحد، هل هذا يكون انه من الالتهاب الحاد في العصب؟ تمام. طيب يا استاذ محمد فيها دكتور او ان هي تختص للرياضه؟ حاضر دكتور جمال هيجاوب حضرتك. اتفضل يا استاذ جمال. والده بيقول والده كبير وعنده الحزام الناري. الهربس زوستر ده بيبقى هو عامل التهاب اللي هو الحزام الناري، بيبقى هنا بندي علاج مضاد للفيروسات، فيروس انتي فيروس بدون اسماء علميه يعني هنديه، في منها بيبقى دواء شرب وفي منها حقن، وبندي معاها ادويه نفسيه.
وبندي معاها نوع من المسكن على العصب نفسه ومضاد للاكتئاب، نوع معين من مضاد الاكتئاب بيشتغل على العصب كمسكن وكبيحسن الناحية النفسية. أحيانا بعد فترة المريض بيخف من الألم وخلاص، وبيدي طبعا الدكتور الجلدية بيديله مسة للهربز نفسه، بيبدأ الهربز يختفي ولسه الألم موجود. ده السؤال اللي هو التاني بقى، هل الألم مستمرة؟ هنا بتبقى الألم نفسية، مش كده. هنا بنكمل بالجزء الإيحائي بقى، بندي أحيانا مضادات اكتئابية ومع الدعم النفسي دي أفضل من أنا أقول خد دواء كذا. معلش بس معانا منى من القاهرة تاني. ألو. ألو. عليكم السلام. ممكن أسأل الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي. بس يا دكتور، هو لما الواحد يكون معاه مشاكل نفسية ممكن ده يؤدي لأحلام مقابيس باستمرار؟ طبعا. ممكن تعلي صوتك بس شوية؟ لما الواحد يعني يكون معاه مشاكل نفسية ممكن يؤدي ده القوابيس باستمرار؟ أداء الأحلام مصدر من مصادر إخراج الطاقة النفسية. طيب نشكرك والدكتور هيجاوبك على طول. الحالة النفسية ممكن تقلب بكوابيس بالليل مع الاكتئاب بيديكي كوابيس، أو الضغط النفسي مصدر من مصادر إخراج الطاقة السلبية المكبوتة زي ما بتطلع، زي ما قلت لك انفجارات. لا ده بتطلع أحيانا في أحلام أو كوابيس، أحلام متكررة، وهنا أهم حاجة المتكررة. مكلوم يجي لي حلم مرة واحدة أقول عليه قصة، لكن حلم بيتكرر بيبقى ليه معنى معايا في حياتي. تمام. طب دكتور، العلاج بالإيحاء في الجزء العضوي بقى، لما نيجي نستخدمه في الجزء العضوي، هل له وقت معين علشان يبان نتيجته؟ ده ليه وضع وقت معين وليه شكل معين. كيف يعني كيف تديه للمريض؟ تمام. وامتى هتديه له؟ تمام. لازم اللحظة الحاسمة اللي المريض هنا متلقي ليك الكلمة اللي انت هتديها، هي كلمة انت بتديها له، وبالشكل هتديها له ازاي؟ يعني من الطريقه نفسها بتفرق، بتفرق من واحد. تمام. عشان كده ليه الفرايتس بين الاطباء. تمام. هي الفرايتس قدرات على ان بيوصل معلومه او ايحائيه صحيحه. تمام تمام. طيب ممكن بقى الوقت، ممكن يعني لو مريض جه قال لك طب انا التايم ده، او يعني حد سال ايه التايم اللي ممكن اخف فيه او الوقت اللي اخف فيه يعني. لا بص، طبعا الشفاء دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، اكيد طبعا، ولكن انت بتختار الوقت المناسب ليك انت. في دايما في اي حياه في لحظه انكسارات. تمام. في لحظه الانكسار دي هي دي اللي بتدي فيها العلاج الايحائي وتتكلم فيها مع المريض. يعني هو متوقف على خط حاجات معينه بتظهر، او قبول المريض اصلا، قبول للفكرة. المريض اساسا ليك انت كشخص. تمام. كمعالج. تمام. واقناعك ليه بقدراتك، واقناعك ليه ان انت اللي هتعمل. زي ما يكون بقى قدرت اعملها في يوم، قدرت او اعملها في شهر، يعني اعملها في سنه. المريض اللي جاي لي من السعوديه، جاي لك من الخليج، جاي لك من اسوان، هو مجرد ما دخل عندك العياده خف. تمام. مجرد ما دخل العياده، دخل العياده وقابلك هو خف. ليه؟ بس استاذنك يا دكتور، 60% من الحاله. فاصل صغير قوي، وبفكركم اعزائي المشاهدين مستنيين استفساراتكم واتصالاتكم على تليفونات البرنامج اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا.